السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. نزلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة نتكلم عن أشياء تدل على قرب تحقيق الحلم. في يعني أشياء أو ربما أسماء تدل على تحقيق الأمنية أو تحقق الرؤية أو تحقق الحلم إلى آخر هذه الأمور. الاسم اللي بيدل على قرب تحقق الرؤية محيي أو يحيى أو يحيى، ننطقها باللغة العربية الفصحى لكن في اللغة العامية المصرية بنقول يحيى. رؤية اسم مناهل، رؤية اسم رفعة، رؤية اسم بدر بدور، رؤية صبحي، رؤية أشرقت، رؤية شروق، رؤية صباح، رؤية بركة، رؤية بشرى، رؤية منة، رؤية هنية، رؤية رحمة، رؤية طلعت، رؤية مصباح، رؤية حامد، رؤية ضياء، رؤية مسعودة، رؤية صالح. كل هذه الأسماء، رؤية رفعة، رؤية شمس، كل هذه الأسماء تدل على قرب تحقق الرؤية. وده العنوان، ان الاسماء دي لما اشوفها في الرؤية اعرف ان الرؤية قريبة. لان احنا كتير بنسأل هي امتى الرؤية بتتحقق. طبعا ضل في هذا الامر كثير، ونجد فتاوى ما انزل الله بها من سلطان من بعض المفسرين. الرأي الراجح في المسألة، طبعا ده مش كلام انا، ده كلام اهل العلم، قالوا ان الرؤية قد تتحقق قبل أن يستيقظ الرائي، هذه واحدة، قبل أن يستيقظ نعم، وأحيانا لا تتحقق الرؤية إلا بعد سنين أو شهور أو أسابيع، وأحيانا خلي بالكم التالتة دي لا تتحقق الرؤية إلا بعد الموت. طب هو يستفاد بها إيه؟ لا، تحقق الرؤية بعد الموت قد يستفيد بها أبناؤه. ولكن الموضوع اللي بتكلم عليه النهاردة، طبعا ده كلام العلماء، استشفينا من كلامهم ان في بعض الاسماء لما نشوفها نستشعر بان الرؤية قريبة جدا ان شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.